اهلا بكم، والى اهم الاخبار في الصحف الرياضيه والساحره المستديره مع الصحف الرياضي عمر الطيب الامين. يمكن من الاخبار المريخ يضرب بقوه او يضرب بقوه وينفرد بصداره الدوري الممتاز. تفضل. طيب، صحيح بالامس المريخ حقق انتصار كبير وعريض وغير متوقع على الشرطه القضارف 4 اهداف. يمكن مباراه تفاصيلها مثيره. الشوط الاول المريخ قدر يحسمه بهدف. شاهدنا يمكن الشرطة قدمت مستوى مميز في الشوط الأول بحكم أنه الفريق كان بيلعب بمستوى دفاعي يعني بشكل كبير، اعتماد كله على الإرسال الطويل. يمكن الشوط الأول انتهى 1، ولكن في الشوط الثاني المريخ خشر عن أنيابه وشاهدنا انهيار دفاعي كامل للشرطة، والمريخ قدر يسجل 4 أهداف. يمكن مباراة فيها أكثر من حدث، اللي هو رمضان عجبي واصل التألق مع المريخ ويلعب دور المنغص والحاسم، اللاعب الممكن يحدث الفارق. كذلك شاهدنا السماني الصاوي أيضا عاد وسجل هدف رائع، بالإضافة إلى تألق سيفتيري. يمكن المريخ استحق الانتصار وهو يجلس على صدارة الدوري الممتاز. جميل. أيضا من الأخبار، يمكن أهلي عاد برا يعني يقتنص نقطة ثمينة أمام الوادي نيالة. بالتأكيد الوادي يمكن دائما الأندية قاعد تعاني في أنه تخرج من ملعبه بنقطة أو بانتصار بحكم أنه هو الموسم الحالي يقدم مستويات مميزة. أفتكر هي نقطة غالية بالنسبة للأهلي، ممكن تدعم الفريق في ظل البحث في تحسين المراكز بالنسبة لكل أندية الدوري الممتاز، خاصة أنه لو شاهدنا بنلقى أنه الدوري الموسم الحالي يعني فيه مفارقات كبيرة، فيه أندية أصبحت لها اسم وأصبحت لها مستويات مميزة. يمكن نقطة غالية بالنسبة للأهلي. نتحدث عمر عن التفاصيل الكاملة لوصول بعثة الهلال لتونس، موعد المباراة أمام النجم. بالتأكيد بعثة فريق الكورة بنادي الهلال وصلت تونس، حلت بفندق المرادي. المواجهة يوم السبت زي ما ذكرتي هي مباراة مهمة لحساب الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا المجموعات. الهلال يقود بعثته سيف الدين أبو كلابيش. يمكن حمادة صدقي اختار 22 لاعب للمهمة أو جميع اللاعبين الموجودين في الكشف الأفريقي. المعسكر يمضي بشكل مميز. الفريق اليوم سيؤدي تدريبه الرئيسي لمباراة السبت. يمكن في تعديل حصل انه الهلال المفروض يؤدي تدريبه كان على ملعب المباراة، وحتقام عليهم مباراة بالنسبة للترجي وفي تكلوب في بطولة ايضا، فبالتالي اليوم الهلال سيؤدي ميرانو الرئيسي في ملعب المباراة، وغدا هيكون التدريب الختامي اللي ممكن يضع فيه المدرب اخر اللمسات المتعلقة بالمباراة. وانا افتكر انه هي مباراة مهمة، زي ما النجم يبحث عن الـ3 نقاط الهلال ايضا يبحث عن نتيجة ايجابية. يمكن النجم هو متصدر المنافسة المجموعات، هو عنده 6 نقاط الهلال 3. بالتأكيد النجم يزعم انه يحسم المباراة، خاصة انه بيلعب في ارض وسط جمهوره. الهلال ايضا لديه دوافع اللي بتخليه انه داير يطلع بنتيجة ايجابية، ابرزها يمكن يكون تعيين جهاز فني جديد بقيادة المصري. ده بإمكانه ممكن يعني يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة إنه يقدم مباراة تليق بالهلال وتسهم في إنه الهلال يسحب مراحل متقدمة من البطولة الأفريقية. عمر، يمكن النجم يعني فريق ما سهل، فريق قوي جدا، وزي ما ذكرت إنه ببحث عن 3 نقاط يعني في هذه المباراة. برأيك ما هي يعني، هل الهلال مستعد تماما لخوض هذه المباراة وللحصول على نتائج إيجابية؟ وبالنسبة للبعثة اللي ذهبت أيضا برفقة الفريق إلى تونس، هل في عدد من المشجعين للدفع معنوية أكبر غير التجهيزات للمباراة؟ يمكن في مباراة الهلال والأهلي السابقة في جمهور ذهب إلى مصر وساند الهلال، أبرز يمكن يكون مجموعة التراث بالإضافة إلى عدد من المشجعين. لكن حاليا الآن في تونس يمكن الهلال يذهب لوحده، فقد البعثة الإدارية اللي هي 34 نفر هي دي حجم البعثة بالكامل. انا افتكر انه يعني في عالم كره القدم يمكن يكون عامل الارض والجمهور اصبح ما زاد اهميه كبيره، باعتبار انه يعني الهلال ما غريب عليه تونس ولعب في تونس كثير. يمكن اخر مواجهه جمعت الفريقين 2017 الهلال قدر يحقق فيها نتيجه ايجابيه. انا افتكر انه حماده صدقي مطالب بانه يختار العناصر اللي يمكن تكون تقدر تدي المباراه بشكل مميز.
بالاضافه لانه لابد من انه يكون في تركيز، لابد من انه يكون في استفاده من الضربات الثابته، بالاضافه الى اللاعبين اصحاب الحلول الفرديه. انا افتكر انه الهلال عنده مجموعه من اللاعبين اللي ممكن يصنعوا له الفارق في مباراه النجم الساحل. نقدر نقول انه عنده فرصه كبيره يعني للفوز واحراز نتائج ايجابيه ان شاء ما الله. ما زالت الفرصه قائمه، فقط ذلك يتطلب اجتهاد ويتطلب تركيز واختيار جيد للعناصر اللي حيدفع بها المدرب. نعم. من الاخبار ايضا رمضان عجب يقود المريخ امام الشرطه القضارف. طيب زي ما قبلك ذكرنا رمضان يمكن بيقدم في افضل مواسمه مع المريخ، يمكن مجموعه من المباريات للمريخ حسمت بامر رمضان عجب. انا افتكر رمضان واحد من ابرز اللاعبين في الموسم الحالي في الدوري، يعني لاعب امكانياته كبيره، لاعب يصنع الفارق للمريخ وقت ما المريخ عانى، فدائما بيكون الحسم تحت اقدام رمضان عجب. هو نموذج للاعب تكتيكي، نموذج للاعب منضبط، نموذج للاعب متميز في الدوري حاليا. ايضا من الاخبار يمكن تعديلات مرتقبه على فريق بلاتينيوم وزيمبابوي. بلاتينيوم هو يمكن يكون متزيل الجهاز الفني يعني. ايوه هو متزيل للبطوله الافريقيه المجموعات، يمكن خسر مباريات، المباراه الاولى امام الهلال في امدرمان خسر، المباراه الثانيه في ارضه خسر امام النجمي هزيمه كبيره كانت 3-0. انا افتكر هو يعني يعاني بشكل كبير جدا، فبالتالي يتحدثون عن انهم دارين يتعاقدوا مع مدرب دينامو هراري باعتبار انه يخلق اضافه للفريق في المباريات الفاضله، لكن انا افتكر انه اي تغيير في اثناء المجموعات او اثناء المباريات يعني شغاله ما اظن يقدر يحقق نتيجه ايجابيه للفريق، ولا يمكن يكون المدرب اللي حي يكون عنده عصا موسى عشان يقدر يغير وضع الفريق تماما. انا افتكر انه بلاتينيوم يحتاج لما بنقول معجزه، لكن حظوظه يمكن تكون ضعيفه بشكل كبير من ضمن الانديه الاربعه اللي بتنافس الهلال والاهلي والنجم الساحل. نادي اماراتي يصوب انظاره تجاه لاعب المريخ محمد عبد الرحمن. نادي اماراتي، يمكن محمد عبد الرحمن جاوته اكثر من 3 عروض، يمكن ابرزها في اتحاد كلبه، الان نادي اماراتي. هو مطلق الصراح، انا افتكر انه في تصريحات لمحمد قال هو ما عايز يجدد للمريخ، ولكن الان بنشاهد انه اللاعب في تدريبات المريخ وبالامس موجود في مباراه الشرطه في دكه الاحتياطي. يمكن محمد لاعب متمكن، انا برايي المريخ محتاج لمحمد عبد الرحمن، واذا اللاعب وافق بالتجديد انا شايف انه لو المريخ جدد له هو افضل، باعتبار انه هو يعني قدم مواسم مميزه مع المريخ ورد بيان عن بالعمل لناس كانت بتشكك في قدراته وامكانياته، وقدر يصنع فارق مع المريخ وقدم نفسه بشكل مميز، وده ما بيعني انه من حقه يفكر في الاحتراف ومن حقه يحترف. نعم. من الاخبار ايضا يمكن اسدي الستار على اول نسخه لدوري النواعم. دوري النواعم يمكن البطوله دي دار حولها حديث طويل، ولكن انا برايي هي يعني حققت نجاح كبير، رغم انه الناس ما متعوده على الفكره، وجدت نقد كبير. يمكن يعني العالم حولنا كله فيه كره نسائيه، وسابقا حتى في اتحادات كان بتصل دعومات للكره النسائيه وما كان عندنا كره موجوده. انا افتكر انه الناس تعاملت مع الامر ده بشيء من النقد اللاذع، لكن هي فكره عاديه، انا افتكر يمكن يكون حققت اهدافها بشكل مميز. ننتقل الى اهم الاخبار العالميه، يمكن واحده من المباريات المهمه مباراه ليفربول وليستر سيتي. بالتأكيد يمكن هي أول مباراة بالنسبة لليفربول عقب العودة من كأس العالم، مباراة مهمة. ليفر يمكن يكون من الفرق المميزة، وكذلك ليستر هم الاثنين متنافسين عليه لقب البطولة بشكل كبير. ليفربول يمكن ربما يتأثر بمستوى محمد صلاح اللي شاهدناه، يمكن يكون متراجع نوعا ما في المباريات الأخيرة. مباراة مهمة، الفريقين زي ما ذكرت هم بيتنافسوا على الحصول على اللقب، الجمهور موعود بمباراة ممتعة وسهرة جميلة. ماذا هناك أيضا في الساحة العالمية من الأخبار؟ يعني أبرز الـ 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 الأشياء، يمكن اليوم 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، يمكن الدوريات الأخرى متوقفة، كذلك يمكن صفقة لاعب برشلونة هي تسيطر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف أو الساحة العالمية،
هو يتحدث فيدال يتحدث عن انه هو هيستمر مع برشلونة، واخبار اخرى تؤكد انه اللاعب في طريقه للدوري الايطالي. انا افتكر تصريح اللاعب يؤكد انه هو موجود في برشلونة ومستقر مع البارشا. جميل. ماذا عن قطر 2020؟ قطر 2020 يمكن يكون هي بطولة كبيرة، الكل في انتظاره، الكل يترغب وينتظر هذا الحلم الكبير وهذا الأمر اللي الناس واقفة وتنتظره، باعتبار انه هو حدث يستحق الاهتمام ويستحق الاهتمام الكبير الناس اللي بتتكلم عنه ومتابعاه ومنتظراه، ونتمنى انه هو يكون بشكل مميز يزعج كل المتابعين. نعم، احنا شاكرين لك كثير جدا الصحفي الرياضي عمر الطيب الامين على هذه المساحة التحليلية لأهم الاخبار في الساحة الرياضية. شكرا لك، التحية لكم والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق. شكرا لك.